يهز طاقم جريدة أصوات برحيله من مدينة فاس إلى مدينة الرباط، وذلك لتغطية حفل تكريم الفنانة زينب جميلة بحباح والدكتور حسون والدكتورة حسنية بخاري. الحمد لله، اليوم تم تكريمنا بشهادة دبلوم مهني من طرف رئيس الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب الدكتور جاسم حسون. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تم تنظيم مسابقة دولية شارك فيها أكثر من 1990 فنان، ومن تنظيم رابطة القبائل الصحراوية تحت رئاسة الأستاذ ميلود حرش، وتم اختيار لوحتي كالفائزة الأولى في هذه المناسبة اليوم العالمي للمرأة. كل الشكر والتقدير لكل من كان وراء هذا التكريم الراقي الجميل. اليوم العالمي للمرأة هو يوم خاص، وقمت يعني رسم هذه اللوحة خصيصا لهذه المناسبة التي عبرت فيها عن الفرحة والكثير من فيها كثير من الرموز التي استغرقت رسمها أكثر من شهر، والحمد لله تم اختيارها بنجاح. في البداية نشكر رابطة قبائل الصحراوية على إقامة مهرجان الفنون التشكيلية بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية الدولية للتعليم العالي والتدريب بمناسبة عيد المرأة، إيمانا من أهداف ورؤية وقيم الأكاديمية الأمريكية في دعم الفنون التشكيلية في الوطن العربي بصورة عامة والمغرب خاصة. فقد أقيمت هذه المسابقة بمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين العرب، وبعد ما قامت لجنة محكمة بالفرز 3 الأوائل الذين تم تكريمهم بدبلوم المهني للفنون التشكيلية. هذا الدبلوم معتمد من ولاية دلاوير الأمريكية برقم اعتماد دولي، فأصبحوا الفائزين 3 الأوائل بموجبه عندهم دبلوم مهني في الفنون التشكيلية. وكانت الفائزة الأولى الفنانة التشكيلية جميلة بحباح من المغرب، والفائزة الثانية مع الأسف لم تحضر من سوريا، والفائزة الثالثة الفنانة حسنية. وتم اليوم الحمد لله تقديم شهادات الدبلوم المهني، ولهم حق الآن أن يعلنوها رسميا بأنهم ذوي شهادات أكاديمية معتمدة دوليا. لا يسعني في هذه اللقاء أن أجدد شكري وتقديري للرابطة القبائل الصحراوية متمثلة برئيسها، كما ونود أن نعلن لكم بأنه في القريب العاجل خلال 10 أيام أو الأسبوعين القادمين لدينا المهرجان 3 للفنون التشكيلية، واللي رح يشارك به عدد كبير جدا من الفنانين العرب أو بصورة عامة من العالم، لأنه الأكاديمية هي دولية وعندنا فنانين من عدة دول من أوروبا وأمريكا وأمريكا اللاتينية بالإضافة إلى قارة آسيا وأفريقيا. فنوعدكم إن شاء الله بهذا المهرجان وتكونوا معنا، حيث رح يكون أونلاين بالإضافة على أرض الواقع، حيث سيقام في قاعة وزارة الثقافة العراقية في بغداد في صالة كبيرة تم حجزها لعرض المنتجات لوحات الفنانين المشاركين. في التشكيلة ما بديتوش بكري، بديت أنا في الصناعة التقليدية هي اللي بدي فيها بكري، والحمد لله توفقت وما نقولش راني وصلت. لا شاركت في معارض كثيرة وهذا، ولكن ما من بينها ديال مراكش في الدار البيضاء، في حسيمة، في طنجة، مكناس. المشاركة ديالي في معرض المرأة يوم العالمي للمرأة. شكون اللي منظم هذا المعرض؟ القبائل الصحراوية. من بين الفائزين جيت في المرتبة الثالثة، اختاروا اللوحة ديالي
لأنها تعبر عن فرحة المرأة، تعبير واقعي عن فرحة المرأة يوم الحنة ديال العروس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.